بقول لكم ايه، انا عايزه اروح محل معين. اهلا 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 اهلا، ده انتوا بقيتوا اصحاب بقى. البركه فيك يا عم عظيمه. لولاك يا اخويا كنا زمان ماسكين في خناق بعض. عارفين كده بقى ان شاء الله. هنروح نتفسح ونشتري شويه حاجات، وعايزين نزور الاوليه، عايزين نروح يوم العوادس. خلاص تعالوا معايا اوصلكم سكتي. لا يا اخوي تعبك راحه، مش عايزين نتعبك. لا لا خلاص خلاص، كوبايه شاي وكنت همشي. يلا يلا ماشي، كتر خيرك. ايه ده يا عم عزيمه، هو انت طلعت بتسمع لطيفه؟ يا اخويا مش باين عليك، شكله بيحب جديد. حبيت ولا طلطش انت؟ ده انت تلاقيك كنت مقطع السمكه ودلها وانت صغير. يجاز اشتغني كاتوحه. سمكه ايه ودلها ايه بس؟ دول بنات اللي غاويين كاسيت، ومنى الصغيره هي اخر واحده كانت حاطه الشريط بتاع لطيفه. انا عن نفسي ما بشغلش غير اذاعه القران الكريم او الست ام كلثوم. يو صحي يا ام عزيمه، هو انت عندك عيال؟ عندك قد ايه؟ عندي نهى وهبه ومنى. ما شاء الله ثلاثه زيني. الله تصدقي ما خدتش بالي يا بنتي، عشان كده والله والله حاسس اني قاعد مع بناتي بجد. تسلم يا عم عظيمه، انما مفيش واحده فيهم متجوزه؟ لا لسه كلهم بيدرسوا. والنبي عين العقل، كويس يا اخويا انك سايبهم يدرسوا، دي الشهاده دي سلاح في ايد الواحده بدل المرمطه والبهدله اللي احنا فيها. بلد بتاعت شهادات زي ما بيقولوا. ما عاش ولا كان اللي يمرمطكوا يا بنتي طول ما انا عايش على وش الدنيا. الله يخليك يا راجل يا طيب. الا صحيح انتوا رايحين فين بالظبط في المهندسين؟ احنا رايحين عند سور نادي الزمالك، اصل في واحد معرفه كده هناك، واحنا يعني رايحين نعمل معاه الواجب الصعيدي كده. طب يلا توكلنا على الله. يلا عاجبني خالص، بلدي قوي. طب بصي ليه بتغمض ليه؟ حلو قوي ابو ترتر ده، ترقصي بيها دي؟ ايوه ارقص بيها. ايوه يا خوخه. لا الرقص اهو يا عيال، بصي ده. هاتي يا وزه هاتي. ده نفس رقصين ولا ايه؟ رقصين ايه ده، نطلع بيه طلعه واحده بس الاول عند الشيخ عبد الله، وبعدين واحده فيكم تبقى تاخده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، تعالوا ايه هنا؟ بنعمل ايه ده العادي، زي ما انت شايف بنشتري. بتشتري ايه يا شاطره؟ انت عارفه اقل حاجه من اللي انت ماسكاها دي وبترمي فيها دي بكام؟ شاطره بكام يا اخويا؟ يا لهوي يا بنت، دخلي فلوسك لا تتنظر. يا ناهد او النبي، ده انا شايله فيها مع الهوانم. تعالي يا بنت يا ناهد، الدنيا فيها ايه؟ قولي لي ده مستورد ولا محلاوي؟ يا اختي يا جمالك ايه البنت الحلوه دي، يعني جديد ولا مستعمل؟ مستورد يا فندم. مستعمل؟ ايه ده؟ بيبيعوا مستعمل. انما ده ايه ده، بادي ولا ده فستان؟ لا دي فانيلا داخليه. بس لونه ايه؟ ايوه بس الحاجات دي يا اختي مش مكياسه، انا عايزه الحاجات المكياسه. بقول لك ايه؟ هاتي ده هاتي ده، شبه البيبي دول. هاتي ده هاتي. هاتي لها يا بنت من السماعه بتقول لك هاتي. يلا انتوا كل اللي انتوا عايزينه. هاتي يا اختي اللي متكيس اللي في المخزن مش اللي متقاس. بقول لك ايه يا بنتي وزة؟ اي مش يا اختي الفستان اللي شبه فساتين نازك السلحدار؟ ايوه يا بنتي تصدقي حلو. ها صفية العمري صح؟ ايوه اخد ده ارميه بقى. ارميه هاتي يا بنتي. ده ايه اللي بتعملوه ده؟ ونطف المحل ده تروح تطلعي تلعبي الكوره يعني. هو مال ناس يعني، مال حرام. يا ستي شوفي انت عايزه ايه. يا ناهد يا ناهد، واتي يا ناهد. انا يا اختي مش عاجبني المحل كله، ريحته وحشه. يلا يلا من هنا يا بنات. يلا الحاجات دي كلها محلاوي وملبوسه مستعمل. محلاوي انا بفهم كويس، انا شغاله في الدلاله من زمان. مين بس وانما سوق بعد مننا هنا. يا هبه، محمود يا اجنبي، محمود يا اجنبي. وانت كنت بتنادي يا عم عظيمه؟ انت كنت بتعمل ايه مع البنت يا محمود يا اجنبي؟ ولا حاجه يا عم عظيمه، يعني اكون هو كان في كتاف فوقع على الارض، فانا اديته لها لو محتاجه اي خدمه كنت اعملها. محمود
انت زي ابني، بس في حاجة مهمة عاوزك تعرفها. زعلي وحش قوي قوي قوي، واللي يجي عليا او على حد من بناتي ما بيسلمش. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم عظيم؟ ده انت الكبير بتاعي وكبير المنطقة كلها، ده انا موت كده قبل ما حد يستجر يمسك بحاجة. والله ما تفهمني غلط يا عم عظيم، ربنا يعلم انا بعزك زي ابويا يمكن اكتر كمان. اللي يعزني يا محمود يصني. تعين يا عم عظيم. ازيك يا سعيد؟ ازيك يا عسل؟ انا قلت برضو انك هتحن يا جميل. يا شيخ اتنايا، هو انت دماغك بس في الحاجات دي يا سيد؟ امسك. ايه ده؟ لب؟ لا دهب. ايه ده؟ دهب؟ ايه ده، انت نويتي تشبكيني ولا ايه وزه؟ خلاص بقولك ايه، اصلا ايه؟ هتعرف تبيعهم ولا لا؟ طب ما تبيعهمش انت ليه؟ حاولت يا اخويا ما عرفتش، كلهم عايزين فواتير. اه وانت ما معكيش فاتوره؟ لا ما معيش. يبقوا مبلولين يا حلوه. يعني ايه مبلولين؟ يعني مسروقين. لو النعمه دول بتوع صاحبتي، بس هي مش لاقيه فواتيرهم. صاحبتك بتلبس دهب عيار 24؟ ده انت كبيرك تعرفي واحده واخده 24 عيار في دماغها. بقول لك ايه، اخلص، هتعرف تبيعهم ولا اشوف حد غيرك؟ اه طب ودول بقى عايزه فيهم كام؟ على ساعه. طب وانا نسبتي فيهم كام؟ كل يا اخويا ما تعلى بالسعر كل ما نسبتك تزيد، انت وشطرت. ايوه بس خلي بالك انا هبيعهم على انهم مبلولين، يعني هيتباعوا بالرخيص. لا يا حبيبي، نشفوا خلاص وبيعهم بقى على سعر. ماشي، سيبيهم معايا كده كام يوم يا وزه، وانا ان شاء الله اشوف الفلوس سرقه ان شاء الله. اسيب ايه؟ تعالى هنا وريني. ها دلوقتي هبيعهم ورجلي على رجلي. يلا العين دهبي مع حرامي. ايه يلا وريني. امشي يا وزه، انت بتعيريني بوظيفتي. يلا يعني ده اخر كلام عندك؟ اخر ومات الكلام. انت كمان موت الكلام يا راجل، اتكسف على دمك، ده دهب عيار 24. تزعليش يا ست الكل، انا عارف ان الدهب غالي قوي على صاحبته، بس ولا يهمك، الدهب بيروح ويجي. سيبك منها يا ويليام وركز معايا انا. ها ركز يا سيد، مش كفايه انك هتبيعها دهبها عشان تفك زنقتك؟ اخلص يا ويليام وما تستعبطش. سيد انا ما بشيش ده من غير فاتوره. طب هزهم شويه. صدقني ده اخري. طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الذهب بيتعوض، اما في ناس اغلى من الذهب ما تتعوضش. وبعدين معاك بقى. لا بقول لك ايه، اذا كنت فاكر نفسك هتخوفنا بشعرك ده تبقى غلطان. اخلص يا ويليام وبلاش لت وعد. وقت ما تعوزي تبيعي او تشتري ذهب انا تحت امرك، انت بيتي زبونتي ومن غير فاتوره يا عمر. تسلم يا عم ويلي. سيد حافظ عليها، معاك ست زي العسل تساوي تقولها ذهب. والنبي انت اللي عسل يا عم ويلي. طب يلا يا عسل يلا، وانت خليك في حالك، خليك في حالك مالكش دعوه. سلام يا عسل. باي باي يا عم ويلي. باي باي يا حبيبي. مستنيك يا قمر.